بالاسم يوسف علي بن حريز الوضع العالي متزوج. طبعا في 85 طبعا من ضمن المجيشين في 85 كنا جامعين في المعسكر، جو بلغونا في المعسكر قالوا لنا انتوا في مجموعه هتمشي للجنوب، الفتره بتاعكم ما تتزوجش 3 شهور، تعدوا 3 شهور وبعدين يجوكم بديل تاني، انتوا تروحوا هم يقعدوا في مكانكم غادي الجنوب. قالوا الجنوب ما حددوش وين الجنوب وين. طبعا وصلنا فادا لقينا ناس نظاميين، ما همش مجيشين، ما همش طلبة، ما همش مدنية، ناس نظاميين، ناس اللي هم 20 سنة و 25 سنة في القوات المسلحة. يوم 2/1 هي اللي صارت المعركة متاع فادا. طبعا مسكوني أنا الشادية، حطوني في السيارة، ربطوا لي إيدي وقعدت في السيارة لعند شالونا حطونا في السجن اسمه سجن القيادة. نحن خشينا للحبس يا ريم تعلم، نقولك حاجة، الحبس لما خشينا له طبعا من جوه هو لاريا كبيرة وفي وسطها يجي 5 زنزانات بالحديد مسكرات. في الأول ما بوش خلونا نختلطوا بيهم، الناس اللي من 83 ما خلوناش نختلطوا بيهم. لعند نحن خبطنا على الباب تاع، قلنا لهم اللي جوا من، وقالوا احنا ليبيين. وانتم وين؟ قلنا لهم ليبيين. قلنا لهم من امتى؟ وقالوا احنا من 83. اللي شاعت اللي طلع ان اي اسير يمسكوه شادية يدقوا له مسمار 10 في راسه هنا، والله يحطوه في بتية البرميل الكبير بتاع 200 لتر هذا، ويلحموا عليه الحام ويحطوه في الصحراء. هل مثلا الإشاعة هذه كانت تطلع فيها الاستخبارات الليبية بحيث ان واحد ما يسلمش؟ هذه فسرتها هيك انا. شوف يا ريم، احنا طبعا الفتره اللي عشناها في 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 فتره الاسر، فتره الاسر كانت مأساوية للحد يعني بكل يعني. يعني تخيلي انا قعدت افكر في التفكير هذا قبل اول ما جو المعارضه عرضوا علي الامر هذا، عشان كنت تنضم للمعارضه او تقعد في ليني. انا قعدت افكر فيها اللي هي شنو، اللي هي كنا 10 انفار يربطوا فينا في سلسلة واحدة. يعني تخيلي واحد مربوط معه 9 انفار في سلسلة يربطوه من الساعة 6 في العشية لعند قريب 8 في الصباح، وبعدين في الصباح يجي يحلوا عليه السلسلة. 10 انفار مربوطين. الحمام، انت تخيلي واحد 45 يوم قعد مخشش للحمام، 45 يوم من ضمن جماعة الأسرى. يعني هذه الحاجة اللي خلتني انضميت المعارضة. عندي قدامي خيارين، والخيارين صعبات، نبي نختار فيهن اللي 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 نعيش بكرامتي ونعيش بعزة نفسي. يعني ما نقعدش تحت واحد تشادي عمره 17 سنة أو 16 سنة يقعد يضرب فيها. ما تجي. انضميت المعارضة، وفعلا أنا انضميت المعارضة وشجعت أكثر لما قالوا نحن نبون نكونوا جيش ونبو نديروا على أساس أن نحاول أن احنا نقلبوا الحكم في ليبيا. يعني كانت قضيتنا قضية تشاد، قضية هي ما هيش عويصة، لكن في نفس الوقت كانت مركنة على جنب. سواء نقول لك حاجة، سواء في عهد معمر، سواء تورة، حتى تورة